الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أسئلة، السؤال الأول يقول اللوتري الأمريكي، أول هجرة إلى أمريكا، في نظر الشريعة ما هو الحكم الشرعي؟ السفر بتاع الشباب الآن اللي بياخدوه من السودان ومن غيره من الدول إلى العمل في أمريكا، وما هو إلا أسلوب من أساليب استقطاب الشباب إلى الانحراف وإلى الضلال في بلد الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. فسفر زي ده لأمريكا ولا غيره من بلد الكفر ما بجوز إلا إذا كان لضرورة، والضرورة تقدر بقدرة، أو لحاجة ومع الإنسان علم ودين. يعني يكون أنت عندك علم بتقدر أنت تركز في دينك هناك أمام الكفار، لأنه بيجيك كافر بيفك لك شوفها، أنت لو ما عندك دين نجيض بتبقى نصراني، بتركب صليب هناك معهم. فهمت كلامي؟ إذا ما عندك علم بتدافع به عن دينك ما بجوز لك تمشي. اثنين، مع العلم يكون عندك تقوى تمنعك من الحرام. البلد ديك بلد بتاعت حرام بأعلى المستويات، انت قالوا زي حقك ده هنا زينة مفتوح، ولا في ذول بيسالك، لا في عسكري بيقول لك قيف تعال هيني، ولا في ذول بيسالك، زينة مفتوح والخمر وغيره من المنكرات، بنقو كل ده متاح بالنسبة لهم هناك. يعني انت لما انت مش دين ما عندك، وبتلقى ابوك ماف هنا، ود عمك ماف، زول بيعرفك في البلد دي ماف، بتصوت البلد دي كلها، وبتبقى افجر زول، بتبقى افجر انسان. عشان كده الانسان ما بيبيع دينه عشان الدنيا. زول يقول لك يا اخي فرصة، يا فرصة دي ما بلقى، بصرف ما يعادل 20 مليون سوداني، كان بتصرف 500 مليون. انت بتضيع دينك عشان ده؟ تضيع دينك واخلاقك وتضيع عقيدتك. فهمت كلامي؟ عشان تمشي. لكن هو طبعا النوعيات اللي بتمشي من هنا هي العقيدة هنا مضيعة، خلي في امريكا هنا ذاته العقيدة رايحة. في ناس انت عارف تقال دار لا لوتري، في لوتري جايت هنا، ده ابوك الشيخ ده ما خير منه اللوتري ذاته. يعني في واحد بيقول لك لا امريكا ما ماشيين، اها قاعد وين؟ يقول لك في الشكانيبة هنا. اذا امشي امريكا خير لك، امشي امريكا خير لك من الشكانيبة، لانه في النهاية ممكن هناك انت تاخذ الموضوع موضوع اسلام وكفر، وساي كده تاخدك العزة بالاسلام تقول لهم انا ما داير الكفر بتاعكم ده. لكن هنا في الشكانيبة بتستلم نفس العقيدة ديك باسم الدين. ده لك مشكلة شنو انت قايل؟ ابو صليب ده مشكلته شنو؟ كافر ليه؟ سبب شنو؟ مش بيعتقد انه عيسى ينفع ويضر مع الله عز وجل، او عيسى ابن الله وكده، مش دي عقيدته؟ دي عقيدة كفرية بمرقبها من الملة. طيب انت لو ما اعتقدت في عيسى ابن مريم عليه السلام، لكن اعتقدت في واحد تاني، واحد تاني الصايم ديما مثلا ينفع ويضر، مش يقال شغلة واحدة؟ بل اللي بيعبد عيسى ابن مريم اقل كفرا من اللي بيعبد الصايم ديما. ليه؟ لانه ده غلا في عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم اصلا صالح، واصلا هو نبي كريم، غلا فيه. الغلو في الصالح أشد ضلالا من الغلو في الطالح. أنت تغلو لك في واحد لأنه ده أنت جمعت بين جريمتين، خد بالك، جمعت بين جريمتين. الجريمة الأولى كونك تعتقد أنه ناس برعي وناس صايم ديما وناس الكباشي، كونك تعتقد أنهم صالحين، دي جريمة واحدة. فهمت كلامي؟ دي جريمة نمرة واحد. نمرة اثنين، كونك تعبدهم دي جريمة براءة ثانية. لكن اللي بيعبد عيسى ابن مريم واعتقد انه عيسى ابن مريم صالح ونبي كريم، اعتقاده انه عيسى ابن مريم صالح ما فيه مشكلة، صحيح. عيسى ابن مريم نبي تمام، من اولي العزم الخمسة من الرسل تمام، ما في مشكلة ده. لكن كونه يغلو فيه ويعبده من دون الله ده كفر وشرك بالله عز وجل. لكن لا الصوفية بيعتقدوا في ناس ما عندهم علاقة مع الصلاح، ما عندهم علاقة مع الصلاح، بل عند الصوفية الزول ما بيبقى ولي صالح لحد ما يجيب له دين جديد يخالف فيه الكتاب والسنة. عندهم الولاية هنا، الولاية بعد ما تجيب دين باطل جديد تبقى ولي يا دوب. يعني لو صليت
وصمت وعبدت الله وعملت النوافل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصوفية انت لسه ما بقيت ولي صالح، تبقى ولي بتين لما شفت تجيب لك بدعة وجريمة في الدين. اول ما تقول لهم انا حلمت بالليل، اها شغلة بتبدأ من هنا. ابويا الشيخ حلم، حلمت بشنو؟ الله يكفينا شرك. حلمت بشنو؟ يقول لك حلمت جاني النبي. قال لك شنو؟ اداني ورد. تقول شنو؟ قال تقول سلالة مهب، سلالة مهب 36,220 مرة، ترفع كراعك تغمد عين ترفع اصبع واحد، تكون واقف كده انت تعرف للصباح. يا دوب كده اول ما تطلع لهم زي ده يقول لك يا سلام ظهر الطريقة بجاي ولي صالح بهنا. وطيب اللي بيصلوا في الجامع ده شنو؟ بيصلوا في الجامع ديل ديل ما صالحين؟ ها؟ والموحدين ديل ما صالحين؟ عند الصوفية ما بتبقى صالح الا تفارق الكتاب والسنة. عشان كده ابن تيمية في الفتاوى، في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية قال عليه رحمة الله: ومن اعتقد ان لأولياء الله دينا او طريقا الى الله غير الكتاب والسنة قال فهو كافر من أولياء الشيطان. يومك تجيب لك دين جديد وتقول أنا عندي طريقة، طبعا دي زمن النبي ما في، أصل الطريقة التجانية دي زمن الرسول في. أتحداك الديني تجاني صحابي في، تجاني تابعي في، لقاك ما في تابع التابعين في، ما في أخ التجانية دي. جاب واحد موهوم من المغرب هنا، لقطة من المغرب، أنت مغربي؟ في صحابي بلاغاتي لقاك، صحابي بلاغاتي لقاك بتاع تبليغ شايل له بوك جولة في بها فيه، تابعي بلاغاتي فيه. أجابة منو دي؟ دي جابة محمد الياس كان دهلوي هندي، ده انت هندي؟ مالك ماله انت اخ؟ يا ناس نحن تبع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، نحن تبع له، ندين بما دان به ونعبد الله على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. لا عندنا تجانية، لا عندنا برهانية، لا بنعرف سمانية، لا بنعرف قادرية. قادرية دي أول طريقة دخلت البلد دي، أول مجرم دق كراهه في السودان هنا كصوفي وضلل الشعب السوداني باسم الدين، اسمه تاج الدين البهاري. دخل السودان هنا في امتى؟ بعد سنة 900 هجرية، بعد سنة 900. ده أول واحد دق مقلب في الشعب السوداني، الطريقة القادرية. جا دخل بجاي وعمل له طريقة، بعد شوية قال للحيران بتاع انه محمد سعيد القادري كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، أبيات الشعر من الصفحة 64 لحد 69، أمشي راجع الكتاب ده تلقى الكلام ده جوا. قال زراعي، تكلم عن رقبته، شوف الضلال ده قدر كيف. زراعي قال يده دي من فوق السماوات كلها، رفع يده خد بالك بفوق السماوات كت بفوق، وجابه بغادي قال ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي. يعني تخيل معايا الكون ده زول ده كربن وليك كده كله الكون ده كت. قال واعلموا عدد النبت كم نابت، اي شجره خضره جرجير فجل في العالم، اي فجلايه قال عارفه وين وكم. قال واعلموا عدد النبت كم نابت، قال واعلموا عدد الموج، الموج بتاع البحر. هسه لو في واحد قال لك انا ده عد الموج، لو قاعد جنب الترعه هتخلي البحر الترعه بس ولا البرميل بتاعهم؟ دقشت البرميل من تعد كده وقاعد تعيد فيها، لو زول شافك ما بقول مجنون؟ تمام مجنون، تعد لك في موجه بتتقلب دي تعدها بتين، عديت دي لما تمشي لاخوها بتلقى ديك فاتت تعدها كيف؟ قال واعلموا عدد الموج كم هو موجتي، واعلموا عدد الرمل كم هو رملتي. السيدة مش كذاب، خلي تعرف، تعال هنا اجيب اكبر صوفي. انا بملك يدي من التحديدة التراب التحديدة، بملك يدي كفته وبكب لك في صحن وبجيك يوم الحلقة الجاية بقول لك ليه كم، مش السدي اقعد هنا بالصحن بتاعك ده عيد فهمت، وبديك صحن تاني عشان تكب فيه والعديته لحد الحلقة الجاية. لو كملته تعال قابلني، وبجيك الحلقة الجاية بملك يدي تاني عشان تقعد هنا لحد ما تقوم الساعة، انت ما تعد التراب بتاع الحلقة دي براو يا مجرم. قال واعلموا عدد الرمل كم هو رملتي،
اخليك من ده كله اجا يا كعب من ده شت. قال واعلم علم الله. ودي الجريمه هنا اصل يا اخواننا في جريمه اكبر من دي في السودان. انت لقيت جريمه اكبر من دي. قال واعلموا عد علم الله احصي حروفه. يا اخواننا ده ما اجرام مبالغه كده. ركز معي. ربنا في سوره لقمان قال ولو ان ما في الارض شد من شجره اقلام. يعني لو قعدت جبت الشجر بتاع الواطه دي كله نيم على شجر بتاع مانجا ليمون دهسير اي شجره شد جبت الشجر ده وبريته اقلام. قال ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده. يعني البحر ده يبقى لمداد دوايا دوايا. قال ما نفدت كلمات الله. يا ناس ده بحسب صوفي؟ صوفي حسب ده؟ وقول واعلموا انت راسك ده ذاته قدر كيف عشان يشيل علم قدر ده؟ خليك من ده. اصل انا لو كتبت لك عدد الرمل ولا عدد الشجر كتبت لك قلت لك اقرا ما بتقراه بس الرغم اكتب لك في الوطن دي تقدر تقرا؟ خليه تعده وتعلمه. ده كله كذب كذب ولعب بالدين. عشان كده انا ارجع لك للسؤال بتاعنا الجبال انه الهجره الى بلاد الكفار ما بتجوز الا بشروط وضوابط. لكن مش يفتحوا لك اعلام بجاي والشباب راكبين ماشيين. ده هوا وضياع. يجيك من هناك متحلل من الاخلاق متحلل من الدين متحلل من حتى الثقافه السودانيه الطيبه. يجيك بعادات ويجيك بعبادات واشياء غريبه يدخلوها في المجتمع. وما ضر السودان الا مثل هذه الهجرات وغيرها. الان الترابي ده مش ده واحد من المجارمه في البلد دي؟ الترابي ده اتعلم الشغل ده وين؟ اتعلموا في الصربون في فرنسا. علموا الاساتذه بتاعينه يهود. علموا كيف يضرب الاسلام ويطعن في الدين. جابوه في محاضره في جامعه الخرطوم كليه العلوم الرياضيه سكول بتاع جامعه الخرطوم. بيطعن في الدين الاسلامي من اوله لاخره. يطعن ابو هريره. قال ابو هريره ضمنه. ابو هريره ده ذاته قال لو روى لي حديث قال لي لا نسال نشوف مصلحته فيه شنو. شوف بالله الطعن الخبيث ده. البخاري قال البخاري بتاعكم ده بخاري شنو قال بخاري؟ بخاري طعن في الدين وفي اصول الاسلام كلها. الصلاه قال انت بتسلم في الصلاه السلام عليكم السلام. قال سلم على منو انت؟ سلم على منو؟ السعي بين الصفا والمروه قال جاري وجاي جاري وقال جاري ليه انت زادك؟ يعني ضرب الحج وضرب الصلاه والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. دي اخي عباده من العبادات المشهوره عندنا في السودان. اي سوداني بيعرف شنو الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال يقول لك الصلاه على النبي. ما في صلاه قال على النبي. الزكاه الركن الخامس من اركان الاسلام قال الزكاه ما في. طلع فوق مش كمل الدين في الوطن فوق قال في السماء قال شجره منتهى سدره منتهى ما في. انا بعرف التراب ده طلع شاف القى ما في ولا الكلام منه قال سدره منتهى. التراب ده كله جابه من وين؟ ده كله جابه من الاساتذه بتاعينه اليهود اللي علموه الكفر والالحاد في فرنسا. الصادق المهدي ضال نمره اثنين جاب الكلام ده من وين؟ برضه نفس الترابي قرا في بريطانيا. صادق المهدي الان موقع على اتفاقيه في السودان اسمها اتفاقيه سيداو. بتعرف اتفاقيه سيداو هي ازاله دي الترجمه بتاعتها ذا اليمينيشن اوف اول سورس اوف ديسكريميشن اجينست وومن ازاله كافه اشكال الفروق ضد المراه. اتفاقيه سيداو تنص الاتفاقيه جوا على انه الرجل يتزوج رجل والمراه تتزوج مراه وحق الطلاق والقوامه عند المراه. يعني انت تجي داخل البيت شفت كيف المراه تقول لك جيب خضره جبت قرع طلقوك. ببساطه ده عند الصادق المهدي الان دي اتفاقيه وقع عليها انه المراه تبقى والراجل واحد. الافكار دي جابها من وين؟ دي كلها جابها من السفر الى بلاد الغرب والتعلم عند الغربيين وهؤلاء اعداء للاسلام واعداء للمله. عشان كده انا بنصح شباب البلد دي اي زول غيور على دينه وعلى اخلاقه ما يسافر هناك. لو دار رزق الله بيرزقك هنا وفي السماء رزقكم وما توعدون.